العربية. خلينا نروح مع حضراتكم مرة تانية كمان للقومي لحقوق الإنسان، بيتكلم عن تجميد عضوية من يتخذ موقف من الانتخابات لحساب تيار بينتمي لي. محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قال يوم الاثنين أنه انطلاقا من المتابعة الفنية للمجلس لمجريات الانتخابات الرئاسية، المجلس هيقوم بتجميد العضوية لأي عضو ليه موقف من الانتخابات لحساب تيار أو حزب سياسي بينتمي ليه. اتكلم كمان وقال إن الخطوة دي إيمانا من المجلس بأهمية المحافظة على حياد المجلس القومي لحقوق الإنسان واستقلاله، وده اللي جرى العمل بيه على مدار سنوات، وقال إنه لن يتم الاعتداد بأي تصريحات عن الانتخابات الرئاسية المقبلة ما عدا البيانات الرسمية الصادرة باسم المجلس أو رئيسه. معنا على الهاتف الأستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أستاذ محمد صباح الفل على حضرتك. أستاذ محمد صباح الخير يا فندم، مع حضرتك. صباح النور أستاذ محمد. يعني وإحنا بنتكلم عن الانتخابات الرئاسية وأي موقف هيتم اتخاذه من قبل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان هيكون فيه تجميد للعضوية، هل هناك يعني في حالة ثبات أن في شخص تصرف بهذه الطريقة في أي أمور أخرى هتحدث غير التجميد العضوية، وهل هيكون تجميد العضوية مباشرة كمرحلة أولى؟ أنا بس عايز أأكد على عدة نقاط. أولا أنه فكرة تجميد العضوية لعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب يعني الانتخابات ده أمر بيتم على مدار تاريخ المجلس وليست واقعة جديدة، وده بيحصل في أغلب الوقت بطلب العضو نفسه لما بيكون هذا العضو إما مرشح في الانتخابات البرلمانية أو قيادي في حملة أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة، وده حصل في 2014 وحصل في انتخابات البرلمان في 2015 وبيحصل دلوقتي، ده أمر طبيعي للحفاظ على حياد المجلس لأنه أحد الجهات المراقبة والمشرفة على يعني هذه أستاذ محمد أي عضو موجود في المجلس بينتمي لحزب أو بتيار بيتم تجميد عضويته لحين انتهاء الانتخابات؟ إذا كان موقفه من هذه الانتخابات هو موقف مسبق، يعني بمعنى أن عنده وجهة نظر في هذه الانتخابات بالتزام حزبي أو رؤية في هذه الانتخابات بموقف مسبق حكم عليها بموقف مسبق، طبعا بكل تأكيد المجلس بياخد قرار بتجميد العضوية مؤقتا لحين انتهاء العملية الانتخابية، لأنه من دور المجلس انه يكون احد المتابعين والمشرفين المراقبين على هذه الانتخابات، ولا يصح ان يكون هناك حكم مسبق على اي انتخابات لانه ده امر غير مهني، ده امر سياسي ويعني غير مهني وغير حقوقي اذا كان هناك حكم مسبق على اي انتخابات. يعني في حال صدور اي تصريحات بتنقل عن على لسان احد اعضاء المجلس هيتم التجميد فورا ولا في مراحل سابقه للتجميد؟ لا، هو طول الوقت يعني كل تصريحات بتصدر عن عضو من المجلس بيتم اصلا مراجعتها هل هي متفقه مع السياق العام او متفقه مع رؤيه المجلس ككل في هذا الملف. في ملف الانتخابات بالذات بيكون في يعني اتجاه الى التجميد مباشره اذا كان هناك خروج على او حكم مسبق على العمليه الانتخابيه، وده امر طبعا ما ينفعش لانه بيضرب فكره حياد المجلس في اي في صدوره في الاشراف على في المراقبه على الانتخابات. نعم. ولذلك وانا اؤكد لحضرتك انه في اعضاء بيتقدموا اصلا بطلب منهم بتجميد عضويتهم لانهم لهم اراء، يعني مثلا السيد السفير محمود كريم رئيس اللجنه الدوليه رئيس اللجنه العلاقات الدوليه في المجلس تقدم بطلب لتجميد عضويته لانه المنسق العام لحمله المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولذلك لما بيكون في عضو بينتمي الى حزب او منتمي الى حمله مرشح في الانتخابات الرئاسيه هو بيتقدم بنفسه بطلب تجميد عضويته. الاماكن اللي ليها طبيعه خاصه زي العريش وشمال سيناء هل هيكون في تعامل مع المجلس هناك وازاي هتتعاملوا في الموقف ده؟ بخصوص الانتخابات الرئاسيه ولا عموما؟ طبعا. بخصوص الانتخابات الرئاسية احنا عندنا مراقبين بيغطوا اغلب محافظات الجمهورية واغلب المناطق، وان شاء الله حتى المناطق اللي حضرتك ذكرتيها وفيها مشكلة يعني في تغطية المراقبة فيها ان شاء الله المجلس هيكون موفر مراقبين موجودين في هذه المناطق ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الانسان بخصوص تجميد عضوية من يتخذ موقف من الانتخابات لحساب تيار، اي تصريحات هتصدر هيتم ايقاف العضوية. نرجع